يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع نوين صحيفة الأيام والتي بيّنت: جلالة الملك المفدى يده الله يصدر عددا من المراسيم بقوانين الموافقة على تعديلات التقاعد ومراعاة أصحاب المعاشات المحدودة. مجلس الوزراء إصلاحات طارئة لحفظ الصناديق التقاعدية. الفريق الحكومي للنواب المرسوم بقانون حفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030. وإلى عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت: مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد 450 مليون دولار من احتياطي الأجيال للميزانية. رسميا إجازة تحويل الأندية إلى شركات تجارية 177 مليون دينار مصروفات طارئة بالميزانية لسنة 2020. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها: رئيس النواب والشورى إنقاذ صناديق التقاعد لا يحتمل التأخير. وزير المالية: الإصلاحات هدفها حفظ صناديق التقاعد لصالح المواطنين. إيداع مبالغ التعويضات عن رفع دعم اللحوم غدا. أما صحيفة البلاد فقد أكدت: مجلس الوزراء ربط الزيادة السنوية للمعاش بوجود فائض بالصناديق. إلى الملف الأبرز لصباح هذا اليوم مشاهدينا، وهو إصلاحات الصناديق التقاعدية، حيث نشر صحيفة الأيام أن فوزية زينل رئيسة مجلس النواب وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى أكد أن الفريق الحكومي أطلع السلطة التشريعية على الوضع والحالة الخطيرة التي آلت إليها الصناديق التقاعدية، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ خطوات مباشرة وعاجلة لإنقاذ الصناديق. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة بيّن لرؤساء تحرير وممثلي الصحف أن الحكومة وافقت على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن استدامة الصناديق التأمينية والتقاعدية لإجراء 10 إصلاحات. نشرت صحيفة الوطن صورة إيضاحية للمرسوم بقانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله بشأن صناديق ومعاشات التقاعد. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبد النبي سلمان أكد أن هناك ترحيبا حكوميا بالاستعجال في تطبيق توصية هيئة التأمين الاجتماعي بدمج الأجانب مجددا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية باعتبارهم يمثلون أكثر من 80% من سوق العمل في مملكة البحرين. صحيفة أخبار الخليج نشرت أن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم قال إنه تقدم خلال الاجتماع باقتراح للحكومة بإدخال المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود ودون المتوسطة ضمن علاوة الغلاء، إذ ستكون إضافة لهم للمساعدة على تحسين الراتب التقاعدي. نشرت صحيفة الوطن قائمة الإصلاحات المقدمة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
لإجراء 10 إصلاحات ستمد من عمر الصناديق التقاعدية. كشفت الإحصائيات التي عرضتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع الحكومة أن عوائد الاستثمارات لأموال صناديق التقاعد بلغت خلال 6 أعوام أكثر من 1.63 مليار. إلى ملف الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 والذي كان للمقالات نصيب كبير، حيث نشرت صحيفة الأيام مقالا لأنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، والذي جاء بعنوان مكافحة الجائحة يدا بيد وإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو عصر جديد. فإلى المقال. عقدت الدورة 9 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي عبر الاتصال الإلكتروني المرئي. جسد هذا الاجتماع العزم الراسخ للصين والدول العربية على مكافحة جائحة كورونا جنبا إلى جنب، والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية لما له من أهمية كبيرة وتأثير بعيد المدى. جمعت الصين والدول العربية من خلال اعتماد البيان المشترك قوة جماعية لمكافحة الوباء والتغلب على الصعوبات بالتضامن والتساند، إذ أكدت الصين والدول العربية أن الاتحاد والتعاون هما أقوى سلاح في يد المجتمع الدولي لهزيمة وباء كورونا. تضرب جذور الصداقة بين الصين والبحرين في أعماق التاريخ، إنها تتجدد باستمرار. مملكة البحرين ليست مجرد عضو مهم في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي فحسب، بل هي شريك مميز للصين في منطقة الخليج، ويظل البلدان يساعد بعضهما بعضا خلال محاربة الوباء، بما يجسد الصداقة العميقة ويصب القوة في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وفي الشأن العقاري، لفتت صحيفة الأيام أن شركة أملاك الذراع الاستثماري العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت على إنشائها لصندوق دعم بقيمة تفوق 500,000 دينار بحريني، وذلك بهدف مساندة المستأجرين المتضررين ماليا في ظل الأوضاع الراهنة. خطت الكاتبة طفل الخليفة مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان دعم. فإلى المقال. تواصل حكومتنا الرشيدة دعم القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، خاصة فيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين البحرينيين ودعم المؤسسات المتضررة عن طريق إعفاء القطاعات التجارية من بعض رسوم العمل مدة 3 أشهر قادمة. كل هذه الإجراءات اتخذتها حكومتنا الرشيدة من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني وحفاظ المواطنين على وظائفهم وعلى إعاشة أسرهم، والحفاظ على المؤسسات والشركات المتضررة من الأزمة الحالية، بحيث تظل عجلة الاقتصاد دائرة فلا تنهار هذه المؤسسات وتستطيع الصمود حتى تمر هذه الأزمة. ولا ننسى أن حكومتنا الرشيدة لم تنس صحف من المساندة، وأظهرت إيمانها بضرورة الحفاظ على الصحف المحلية في وضع صامد، لإيمانها بأهمية بقاء الصحف واستمرارها وأهمية دورها الوطني. كتب الكاتب فيصل الشيخ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان أوضاع صعبة لكنها فرصة لتصحيح الأوضاع. فإلى المقال. هناك معادلة عالمية شهيرة تقول الأوضاع الصعبة تستوجب تدابير صعبة، وهي تدابير قد يفرضها الواقع عليك فرضا وقد تجبرك على المضي في اتجاه قد يكون اتجاها مرفوضا في السابق لكنك مضطر إلى سلوكه الآن.
في حالة فيروس كورونا تبين كيف أن هذا الوباء أدخل دولا ذات قوة مالية ضخمة في متاهات صعبة واضطرها إلى التأقلم قسرا مع ما تفرضه الأوضاع فقط لأجل الصمود والديمومة، لأن التساهل وعدم الاكتراث قد يقودان لكارثة لا تصيب الفرد فقط بل قد تهدد كيان الدول بأسره. التعامل مع الأزمات يستوجب معالجات وإجراءات هدفها الأول والأخير تقليل الضرر الأكبر وتجنب الصدمة بوقوع ضرر أكبر لا يمكن جبره. هنا تأتي أهمية ربط الإجراءات بالنظرة المستقبلية وافتراض سيناريوهات مختلفة قد تحصل بناء عليها، مع ضرورة إبقاء هدف إعادة الأمور لما كانت عليه سابقا حاضرا في الأذهان. إلى الأخبار المنوعة، حيث بيّن صحيفة الأيام أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أعلنت عن فتح باب التسجيل للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة من خريجي العام الدراسي، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر يوليو الجاري عبر الموقع الإلكتروني. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عن انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدما عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري 2020. نقرأ من صحيفة الوطن أن مجلس المناقصات فتح 54 عطاء بينها 8 عطاءات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن أعمال الإنشاءات لبرج متعدد الطوابق لمشروع مبنى احتياطي الأجيال. بقلم الكاتب أسامة الماجد نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان البحرين والإيمان العميق بالريادة في الحقل التعليمي، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. تتواصل إنجازات مملكة البحرين في الحقل التعليمي والتربوي مؤكدة ريادتها في هذه المسيرة المباركة التي يدير دفتها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتخطيط المدروس للحكومة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. يأتي تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر مؤخرا كدليل ساطع على مكانة البحرين وصورتها المشرفة في الحقل التعليمي ووصولها إلى أفضل المراتب بشهادة التقارير الدولية. المشاريع الضخمة والمثمرة ساهمت في بناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات وتحولت إلى قوة دفع وتقدم على مختلف الأصعدة. جميع المنظمات الدولية أكدت في مختلف تقاريرها أن المنظومة التعليمية والتربوية في البحرين ذات مكانة مرموقة وسمعة عالية. من صحيفة البلاد نطالع أن صحيفة شباب 25 من يناير المصرية أفردت صفحات خاصة للتغطيات الأعلامية الخاصة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.